Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadayani. Insya Allah di sini saya akan mencoba untuk membacakan tilawah mujawad Al-Quran dengan menggunakan makro Quran Surah Al-A'raf ayat 48 sampai 52 dengan empat komposisi lagu yaitu Bayyati, Nahwan, Sika dan Jiharka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا Thank you.
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله.